السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كيف الأحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله يا ربي. كنعتذر منكم بزاف لظروف العمل وإلى آخر ذلك. إن شاء الله بغيت نقول لكم بأن الدورة اللي كنت أعلنت عليها بأنها غتكون عبر الواتساب للناس المبتدئين إن شاء الله يا ربي، غادي نحاولوا غادي تبداو في هذه البداية شهر 8 إن شاء الله يا ربي. أنا كنهضر على الدورة اللي كنت علمت عليها قبل في العيد، في أيامات العيد، هذيك اللي غادي تكون على الواتساب. أما اللي كنخدم عليها اللي غادي تكون على موقع يعني إنترنت، هذيك بوحدة أبارت بالي. الناس اللي مهتمين يعني بالتعليم من البداية إن شاء الله دابا على الطريق واتساب، تهي طريقة جميلة جدا بواحد الميثودولوجية رائعة. فمرحبا بكم وألف مرحبا، بكل فرحة تكون عندنا الدورة 3 شهور وقابلة للزيادة أخرى 3 شهور أخرى، يعني غادي تكون 6 شهور إن شاء الله يا ربي، فقط 300 درهم للدورة، يعني يكون فيها جوج دورات إن شاء الله لمدة 6 شهور. يعني اللي عاجبه الحال غادي يكمل معنا إن شاء الله. وواحد المهمة مهمة جدا، يعني مني غادي تسجل معنا، غادي تسجل معنا عن طريق الواتساب، غادي تحضر معنا واحد الحصة جوج، عندك الحق تخلص، ما كانش إشكالية، دير التيست غتعرف معنا غتقرا. أوكي، هذه نقطة مهمة، وبديتي معنا وخا خلصتي ما كانش الإشكالية، ضربتي سيمانة تربعة ولا خمسة الحصص ما عجبكش، غادي نرجع لك فلوسك بكل فرح. أنا راه الإشارة، وعجبك الحال مرحبا بك ألف مرحبا، غادي تسيقي معنا إن شاء الله حتى تحسن المستوى ديالك، وتكون أنت كتهضر اللغة الإسبانية إن شاء الله يا ربي بطلاقة. لما لا، يعني كل شيء ممكن، todo es posible، يعني كل شيء إذا عودت عليه إن شاء الله، كاين الإرادة والعزيمة والاستمرارية، هاد ثلاثة الحاجات أكيد غادي توصل إن شاء الله، وغادي توصل، أنا أنأكد لك بأنك غادي توصل. مرحبا بك وألف مرحبا أخت الكريمة أو الأخ الكريم. أنا غادي نخليكم أنا النمرة ديالي ديال الواتساب، اللي مهتم يعني تعلم اللغة الإسبانية، كنهضر على اللي مهتم يعني جدي، غيكون حضور إن شاء الله، وكاين مشاركة وكاين طريقة يعني اللي كان